أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خلال منصة البث المباشر بوزارة التربية والتعليم، معكم الأستاذ رفعت حمزة، خبير وموجه أول الرياضيات. النهاردة يا شباب لقاءنا هيكون مع الهندسة الفراغية وليس التفاضل والتكامل. اتفقنا إن شاء الله، إحنا عندنا بسبب الترم الأولاني كان فيه بعض الأعطال خاصة بالإنترنت في الترم الأولاني، فتأخرنا شوية في منهج الهندسة الفراغية، وبالتالي يجب التنويه إن لقاء اليوم هيكون في الهندسة الفراغية وليس في التفاضل والتكامل، وإن شاء الله أيضا بكرة هيكون هندسة فراغية إن شاء الله. درسنا النهاردة يا شباب درس مهم جدا اسمه زوايا الاتجاه. زوايا الاتجاه للمتجه. إذا كان لدينا متجه ألف كما بالشكل، المتجه ألف مرسوم بالشكل اللي أمامنا، مركباته طبعا هي ألف سين وألف صاد وألف عين. هذا المتجه ألف يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور سين زاوية هنسميها سيتا سين، ويصنع مع الاتجاه الموجب لمحور صاد زاوية هنسميها سيتا صاد، ويصنع مع محور عين الموجب زاوية هنسميها سيتا عين. فالزوايا اللي اسمها سيتا سين وسيتا صاد وسيتا عين تسمى زوايا الاتجاه للمتجه، وبالتالي هنقدر نقول زوايا الاتجاه للمتجه هي قياسات الزوايا التي يصنعها المتجه مع الاتجاهات الموجبة للمحاور الثلاثة. هنسميها سيتا سين اللي هي مع محور سين، وسيتا صاد مع محور صاد، وسيتا عين مع محور عين. طيب لو احنا عندنا شباب متجه كما بالشكل، خلاص عرفنا قياسات زوايا الاتجاه وهي سيتا سين وسيتا صاد وسيتا عين. لو احنا حللنا المتجه ألف وجبنا مركباته في الاتجاهات الموجبة للمحاور الثلاثة، احنا عارفين طبعا لما نحلل أي متجه في اتجاه محور بنضرب في جيب تمام الزاوية المحصورة بينه وبين المحور، وبالتالي عشان أجيب مركبة المتجه ألف مع الاتجاه الموجب لمحور السينات هنعتبرها معيار المتجه ألف في جتا سيتا سي. كذلك مركبة نفس المتجه في اتجاه محور الصادات هنسميها اللي هي ألف صاد، هنسميها عبارة عن معيار ألف في جتا سيتا صاد. كذلك مركبة المتجه في اتجاه محور عين اللي هنسميها ألف عين، وهي عبارة عن معيار ألف في جتا سيتا عين. أصبحت المركبات الفعلية للمتجه ألف هي معيار ألف جتا سيتا سين، ومعيار ألف جتا سيتا صاد، ومعيار ألف جتا سيتا عين. أصبحت الأمام دي يا شباب هي مركبات المتجه ألف في اتجاهات المحاور الثلاثة. طيب لو احنا شباب قسمنا طرفي العلاقه اللي امامنا على معيار الف، نلاحظ ان هنا معيار الف موجوده في الثلاث مساقط، وبالتالي هقوله بالقسم على معيار الف في الطرفين، هيبقى الطرف الايمن عندي عباره عن الف على معيار الف. طب الف على معيار الف ده يا شباب ما يلفتش نظري. الف على معيار الف تم دراستها في اللقاء السابق ويسمى متجه الوحده في اتجاه المتجه، كنا بنرمز له بالرمز ي الف. إذن ألف على معيار ألف بتعبر عن متجه الوحدة في اتجاه المتجه ألف، وكان رمزه يه ألف. لما أقسم الطرف الأيسر على معيار ألف هحصل على جتا سيتا سين وجتا سيتا صاد وجتا سيتا عين، معنى ذلك إن أصبح في شكل جديد لمتجه الوحدة. درسنا بالتفصيل في اللقاءات السابقة إن متجه الوحدة هو المتجه على معياره، أصبح دلوقتي أصبح متجه الوحدة أيضا يمثل جيوب تمام زوايا الاتجاه، يبقى أصبح نقدر نقول متجه الوحدة له تعريفين، هو اللي هو اسمه يه ألف، هو المتجه على معياره، يعني بنجيب المتجه ونقسمه على معياره، وأيضا يعرف متجه الوحدة في اتجاه المتجه بأنه جيوب تمام زوايا الاتجاه. خلي بالكوا جيوب تمام يعني جتاهات، يعني جتا سيتا سين وجتا سيتا صاد وجتا سيتا عين. متجه الوحدة خلاص اتفقنا هو جيوب تمام زوايا الاتجاه، يعني جتا سيتا سين وجتا سيتا صاد وجتا المفروض سيتا عين. طيب احنا نعرف ان متجه الوحدة دائما معياره يساوي واحد، معنى ذلك ان جتا تربيع سيتا سين، ان الجذر التربيعي لجتا تربيع سيتا سين زائد الجذر التربيعي زائد جتا سيتا صاد، جتا تربيع سيتا صاد زائد جتا تربيع سيتا عين يساوي واحد. عرفنا ان المعيار هو جذر مربع المسقط الأول زائد مربع المسقط الثاني زائد مربع المسقط الثالث. طبعا لما نربع الطرفين عشان نتخلص من الجذر هنحصل على جتا تربيع سيتا سين زائد جتا تربيع سيتا صاد
زائد جتا تربيع سيتا عين، وطبعا مربع الواحد بواحد. اصبحت القاعده الاخيره دي يا شباب في منتهى الاهميه، قاعده هامه جدا، وهي مجموع مربعات جيوب تمام زوايا الاتجاه تساوي دائما واحد. تاني يا شباب، مجموع مربعات جيوب تمام زوايا الاتجاه دائما وابدا تساوي واحد. كده خلاص عرفنا يعني ايه زوايا الاتجاه، وما هي العلاقه الرياضيه اللي تربطهم ببعض، اللي هي العلاقه الاخيره اللي امامنا من خلالها هنحل بعض التمارين. اول مثال بيقول لي اوجد جيوب تمام زوايا الاتجاه للمتجه الف، حيث المتجه الف عباره عن 2 وسالب 2 و2 جذر 2، ثم اوجد قياسات زوايا الاتجاه. طب يا شباب احنا لسه قايلين في الشرح ان جيوب تمام زوايا الاتجاه تعتبر هي متجه الوحده. اذا لما يطلب مني في السؤال اوجد جيوب تمام زوايا الاتجاه، كانه تماما بيقول لي اوجد متجه الوحده في اتجاه المتجه الف. يبقى احنا مباشره نتجه الى ايجاد متجه الوحده. وعشان نجيب متجه الوحده لازم الاول نجيب معيار المتجه. وبالتالي هنقول معيار الف عباره عن جذر مربع الاثنين باربعه، ومربع السالب 2 ب4، ومربع 2 جذر 2 ب8، هحصل على جذر 16 وهو 4، يبقى المعيار يساوي 4. متجه الوحده هو المتجه على معياره. هتقول لي تروح تجيب ليه متجه الوحده وهو عايز جيوب تمام زوايا الاتجاه؟ احنا لسه قايلين حالا ان جيوب تمام زوايا الاتجاه هي متجه الوحده. اذا اصبح السؤال واحد، وبالتالي ي ا هتساوي المتجه على معياره، يبقى انا هقسم 2 وسالب 2 و2 جذر 2 كلها اقسمها على 4، وبالتالي لما نقسم كل مسقط على المقام هنحصل على نص وسالب نص وجذر 2 على 2. اللي امامي ده يا شباب يمثل متجه الوحده في اتجاه المتجه الف، وفي نفس الوقت هو جيوب تمام زوايا الاتجاه. اذا اصبحت جيوب تمام زوايا الاتجاه هي نص وسالب نص وجذر 2 على 2. كده خلاص حصلنا على جيوب تمام زوايا الاتجاه. طالب مني ايضا ما اوجد قياسات زوايا الاتجاه، عايز بقى القياسات نفسها تساوي ايه. خلاص يبقى اصبح النص دي يا شباب تمثل جتا سيتا سي، والسالب نص تمثل جتا سيتا صاد، وجذر 2 على 2 تمثل جتا سيتا عين. معنى ذلك ان جتا سيتا س تساوي نص، ومن خلالها نعتبر سيتا س هتساوي 60 درجه. كذلك جتا سيتا صاد تساوي سالب نص، وبالتالي سيتا صاد كقياس زاويه هيساوي 120 درجه بعد ما اعمل طبعا شيفت كوزاين. ثم جتا سيتا عين جذر 2 على 2، وبالتالي قياس زاويه سيتا عين هتساوي 45 درجه. بكده حصلت على جيوب تمام زوايا الاتجاه، وكذلك حصلت على قياسات زوايا الاتجاه. مثال الثاني، اذا كان جيوب تمام الاتجاه للمتجه الف هي ثلث و2 على 3 وجتا سيتا عين، فان جتا سيتا عين تساوي نقط، ومديني اربع اختيارات، 2 على 3 ولا موجب وسالب 2 على 3 ولا موجب وسالب 3 على 2 ولا جذر 2 على 3. هنا يا شباب مديني جيوب تمام زوايا الاتجاه، نص 2 على ثلث 2 على 3 جتا سيتا عين، كانه بالظبط مديني متجه الوحده. واحنا نعرف جيدا ان متجه الوحده معياره بواحد، او ممكن نعتبر مباشره ان جتا تربيع سيتا س زائد جتا تربيع سيتا ص زائد جتا تربيع سيتا عين تساوي واحد. وبالتالي جتا سيتا س هي النص، هي الثلث، وبالتالي لما نربعها يبقى 9. كذلك جتا سيتا ص هي 2 على 3، وبالتالي لما نربعها 4 على 9. جتا سيتا عين جتا تربيع سيتا عين هيساوي واحد. بحل هذه المعادلة هنجمع 1 على 9 زائد 4 على 9، وننقل النتيجة في الجهة الأخرى بإشارة مخالفة، ونطرح 1 ناقص المقدار، هنحصل على جتا تربيع سيتا عين بتساوي 4 على 9، ومعنى ذلك إن جتا سيتا عين هتساوي موجب وسالب 2 على 3، وبالتالي اختيار الصحيح هو الاختيار الثالث. المفروض الاختيار الثالث يا شباب، الاختيار الثاني، موجب وسالب 2 على 3 وليس 3 على 2، الإجابة موجب وسالب 2 على 3. تمرين آخر، إذا كان المتجه ألف يساوي 2 و4 وكاف، يصنع مع الاتجاه الموجب
لمحور صاد زاويه قياسها 45 درجه فان كاف تساوي نقط، ومديني عده اختيارات: موجب وسالب 5، موجب وسالب 2، موجب وسالب 2 جذر 3، موجب وسالب جذر 3. هنا يا شباب مديني المتجه ومديني الزاويه التي يصنعها المتجه مع محور صاد. طيب معنى ذلك ان انا المفترض الاول اجيب جيوب تمام زوايا الاتجاه، وانا معايا جيب تمام الزاويه التي يصنعها المتجه مع محور صاد، او الزاويه اللي بيصنعها المتجه مع محور صاد. طب الاول نجيب متجه الوحده للمتجه، وبالتالي هنجيب معيار المتجه الاول عباره عن جذر 4 زائد 16 زائد كاف تربيع، هنختصرها عباره عن جذر 20 زائد كاف تربيع. اصبح متجه الوحده عباره عن المتجه على معياره. المتجه طبعا يعتبر 2 و4 وكاف على المعيار اللي هو جذر 20 زائد كاف تربيع، ومن خلالها جتا سيتا سيتا صاد هو المسقط اللي في النص، يعني نقدر نقول 4 على جذر 20 زائد كاف تربيع. وهو مديني في السؤال سيتا صاد تساوي 45 درجه، يبقى اصبح هنا جتا 45 تساوي 4 على جذر 20 زائد كاف تربيع. وطبعا احنا عارفين ان جتا 45 تساوي 1 على جذر 2 بضرب حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، هنحصل على جذر 20 زائد كاف تربيع يساوي 4 جذر 2، وبتربيع الطرفين هنحصل على 20 زائد كاف تربيع يساوي 32، يعني كاف تربيع هتساوي 32 ناقص 20 هنحصل على 12. نجيب الجذر التربيع للطرفين يبقى الكاف اصبحت تساوي موجب او سالب 2 على 3. المثال الرابع: اذا كان 135 درجه و60 درجه وسيتا هي قياسات زوايا الاتجاه للمتجه الف، اوجد سيتا، يعني عايز اعرف الزاويه الثالثه تساوي كام، واذا كان معيار المتجه الف يساوي 6 اوجد المتجه الف نفسه. طيب ايه هي يا شباب العلاقه اللي بتربط بين قياسات زوايا الاتجاه؟ العلاقه طبعا المعروفه التي تربط بين قياسات زوايا الاتجاه هي مجموع مربعات جيوب تمام زوايا الاتجاه يساوي 1، وبالتالي هنقول له بما ان جتا تربيع 135 زائد جتا تربيع 60 زائد جتا تربيع سيتا هيساوي 1. طبعا جتا 45 عباره عن 1 على جذر 2 لما نربعها يبقى نص، جتا 135 يا شباب سالب 1 على جذر 2 لما نربعها هيبقى نص، كذلك جتا 60 بنص لما نربعها هيبقى ربع، زائد جتا تربيع سيتا عين هتساوي 1. طبعا هنجمع النص زائد الربع وننقلها في الجهه الاخرى، هحصل على جتا تربيع سيتا هتساوي ربع، وبالتالي جتا سيتا هتساوي المفترض موجب او سالب نص. ولكن لاحظ يا شباب هو قال لي اوجد سيتا الحاده، سيتا الحاده معنى ذلك ان انا هتعامل فقط مع الاجابه الموجبه، يبقى اصبحت جتا سيتا عين تساوي نص، وبالتالي سيتا عين هتساوي 60 درجه، بكده حصلت على الزاويه الثالثه. قال لي بعد ذلك واذا كان معيار المتجه يساوي 6 اوجد بقى المتجه الف نفسه. طبعا يا شباب احنا عارفين ان متجه الوحده هو جيوب تمام زوايا الاتجاه، يبقى اصبح عباره عن جتا 135 وجتا 60 وجتا 60، يعني عباره عن سالب جذر 2 على 2 ونص ونص. متجه الف طبعا يساوي معياره في متجه الوحده في اتجاهه. اي متجه يا شباب يساوي معياره في متجه الوحده في اتجاهه. معياره عندنا يساوي 6، ومتجه الوحده في اتجاهه هو جيوب تمام زوايا الاتجاه، وبالتالي هتبقى 6 مضروبه في سالب جذر 2 على 2 ونص ونص، هنحصل بكل بساطه على سالب 3 جذر 2 و3 و3. المثال الخامس: في الشكل المقابل اذا كان معيار القوه ق يساوي 10، القوه ق يا شباب الممثله امامنا معيارها يساوي 10، وكانت مركبات القوه ق هي ك في اتجاه المتجه س زائد م في اتجاه المتجه ص زائد ن في اتجاه المتجه ع، فان ك زائد م زائد ن تساوي نقط، ومديني عده اختيارات. طب يا شباب هنا يا شباب عايز مركبات القوه ق في اتجاه المحاور الثلاثه، عايز هنا المقياس الجبري او القياس الجبري للمركبات، يعني عايز قيمه ك وقيمه م وقيمه ن. طيب القوه ق هنا يا شباب واضح من الرسم ان هي تصنع مع محور ع زاويه قياسها 45 درجة، ومسقطها في المستوى س ص يصنع مع محور ع مع محور س
زاوية قياسها 50 درجة. هنتعلم مع بعض إزاي نحلل هذه القوة إلى المركبات الأساسية في اتجاه المحاور الثلاثة. أولا يا شباب هنلاحظ أن القوة قاف يمكن تحليلها إلى مركبتين. المركبة الأولى في اتجاه محور عين تمثل معيار قاف في جتا 35. هذه المركبة اللي في اتجاه محور عين، معيار قاف في جتا الزاوية اللي بينها وبين محور عين. طب المركبة الأخرى اللي هي عمودية عليها اللي بتقع في المستوى س ص هي معيار قاف في ج 35. يبقى المركبة الثانية في اتجاه المتجه واو ب اللي موجود في المستوى س ص هي معيار قاف في ج 35. طيب المركبة اللي هي معيار قاف ج 35 اللي موجودة في المستوى س ص تصنع مع محور س زاوية قياسها 50 درجة، وبالتالي يمكن تحليلها أيضا إلى مركبتين. المركبة الأولى في اتجاه محور س وهي عبارة عن معيار قاف ج 35 مضروبة في جتا 50. معيار قاف ج 35 هي قيمتها كده كاملة معيار قاف ج 35. عشان أجيب مركبتها في اتجاه محور س هضرب كمان في جتا 50، وبالتالي أصبحت معيار قاف ج 35 جتا 50. المركبة الأخرى في اتجاه محور ص هي عبارة عن معيار قاف ج 35 هنضربها في ج 50. أصبحت المركبات الأساسية في اتجاه المحاور الثلاثة في اتجاه محور س هي معيار قاف ج 35 جتا 50، في اتجاه محور ص معيار قاف في ج 35 في ج 50، في اتجاه محور عين معيار قاف في جتا 35. ده كده الشكل الرياضي للقوة قاف أو مركبات القوة قاف. طبعا باستخدام الآلة الحاسبة معيار قاف عندنا ب10، لما أضرب 10 في ج 35 في جتا 50 هحصل على 3.68% في اتجاه المتجه س. كذلك بحساب المقدار اللي هي مركبة في محور ص عبارة عن معيار قاف يعني 10 في ج 35 في ج 50 هحصل على 4.39%، كذلك 10 في جتا 35 هحصل على 8.18%. إذا أصبحت شكل المركبات للقوة قاف هي 3.68% في اتجاه س، 4.9 زائد 4.39% في اتجاه ص، زائد 8.18% في اتجاه محور عين. إذا الأرقام اللي حلت محل الكاف والميم والنون هي 3.68 و4.39 و8.18 على الترتيب. هو عايز مجموع الثلاث هذه النواتج، وبالتالي أصبحت كاف زائد ميم زائد نون هتساوي 16.25%، ونلاحظ ده الاختيار الثاني. المثال السادس والأخير بيقول لي إذا كان سيتا س وسيتا ص وسيتا ع هي زوايا الاتجاه لمتجه ما، فإن رقم واحد 3 جتا تربيع سيتا س زائد 3 جتا تربيع سيتا ص زائد 3 جتا تربيع سيتا ع تساوي نقط، يا ترى سالب 2 ولا سالب 1 ولا 1 ولا 2؟ السؤال الثاني جا تربيع سيتا س زائد جا تربيع سيتا ص زائد جا تربيع سيتا ع يا ترى تساوي سالب 2 ولا سالب 1 ولا 2 ولا 3؟ السؤال الثالث جتا 2 سيتا س زائد جتا 2 سيتا ص زائد جتا 2 سيتا ع تساوي سالب 1 ولا 1 ولا 2 ولا 3؟ طيب يا شباب احنا قاعدتنا الأساسية بتربط بين جيوب تمام زوايا الاتجاه. أول سؤال محتاج مني 3 جتا تربيع سيتا س زائد 3 جتا تربيع سيتا ص زائد 3 جتا تربيع سيتا ع. نقدر ناخد 3 عامل مشترك، هتبقى لي بين القوسين جتا تربيع سيتا س زائد جتا تربيع سيتا ص زائد جتا تربيع سيتا ع، وهذا الكلام معروف بانه بواحد، يبقى اصبح الناتج النهائي 3 في 1 ب 3، وبالتالي الاختيار الصحيح في السؤال الاول هو الاختيار الثالث. السؤال الثاني عايز مني جا تربيع سيتا س زائد جا تربيع سيتا ص زائد جا تربيع سيتا ع. طبعا احنا ما عندناش علاقة مباشرة تربط بين جيوب زوايا الاتجاه. جيوب زوايا الاتجاه، امال اللي عندنا ايه يا شباب؟ اللي عندنا علاقة تربط بين جيوب تمام زوايا الاتجاه. انا عندي هنا جا تربيع زائد جا تربيع زائد جا تربيع، ما اقدرش اتعامل معاها مباشرة،
بالرجوع الى العلاقات اللي درسناها في اولى ثانوي، كلنا عارفين ان جا تربيع سيتا زائد جتا تربيع سيتا تساوي واحد، ومن خلالها اقدر اعتبر ان جا تربيع سيتا عباره عن واحد ناقص جتا تربيع سيتا. يبقى انا هاجي في السؤال رقم 2 وهستبدل جا تربيع سيتا بواحد ناقص جتا تربيع سيتا، وكذلك جا تربيع سيتا صاد بواحد ناقص جتا تربيع سيتا صاد، كذلك ج تربيع سيتا عين هستبدلها بواحد ناقص ج تربيع سيتا عين. نلاحظ عندي هنا واحد زائد واحد زائد واحد، كده حصلت على ثلاثة. هيتبقى لي سالب ج تربيع سيتا س ناقص ج تربيع سيتا ص ناقص ج تربيع سيتا عين. لما اسحب الناقص او السالب عامل مشترك هحصل على بين القوسين ج تربيع سيتا س زائد ج تربيع سيتا ص زائد ج تربيع سيتا عين، ودي معروفه ان هي بواحد، وبالتالي أصبح الناتج النهائي 3 ناقص 1 يساوي 2، وبالتالي الاختيار الصحيح هنا الاختيار الثالث. السؤال الرابع عايز مني جتا 2 سيتا س زائد جتا 2 سيتا ص زائد جتا 2 سيتا ع، دي يا شباب اسمها جيوب تمام ضعف الزوايا. طبعا احنا درس قانوننا الأساسي بنتعامل مع مربعات جيوب تمام الزوايا. ايضا من خلال دراستنا في تانية ثانوي كنا نعرف ان جتا 2 سيتا س لها ثلاث صيغ، احدى هذه الصيغ الصيغه 2 جتا تربيع سيتا سيتا ناقص 1. يبقى جتا 2 سيتا معلومه تراكميه خدناها في تانية ثانوي بتقول جتا 2 سيتا عباره عن احدى الصيغ لها 2 جتا تربيع سيتا ناقص 1. يبقى انا هستبدل جتا 2 سيتا س ب 2 جتا تربيع سيتا س ناقص 1، وكذلك هستبدل جتا 2 سيتا ص ب 2 جتا تربيع سيتا ص ناقص 1، وهستبدل جتا 2 سيتا ع ب 2 جتا تربيع سيتا ع ناقص 1. نلاحظ عندي هنا 2 جتا تربيع سيتا س زائد 2 جتا تربيع سيتا ص زائد 2 جتا تربيع سيتا ع، نقدر نسحب 2 عامل مشترك، هيتبقى لي بعد ذلك بين القوسين جتا تربيع سيتا س زائد جتا تربيع سيتا ص زائد جتا تربيع سيتا ع. ونلاحظ ايضا عندي سالب واحد وسالب واحد وسالب واحد، يعني سالب 3، يبقى الشكل النهائي هو 2 مضروبه في جتا تربيع سيتا س زائد جتا تربيع سيتا ص زائد جتا تربيع سيتا ع ناقص 3. اللي بين القوسين ده يا شباب عندنا كقانون يساوي 1، يبقى اصبح الناتج النهائي 2 في 1 ب 2 ناقص 3 هحصل على سالب 1. بكده يا شباب انتهينا من لقاء النهارده وهو زوايا الاتجاه. الى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله يا شباب، غدا ان شاء الله ايضا هنكمل في منهج الهندسه الفراغيه، مع تحيات الاستاذ رفعت حمزه خبير وموجه اول الرياضيات، كذلك يتمنى لكم الاداره التعليميه للتعليم الالكتروني بالنجاح والتوفيق. شكرا يا شباب.